التربية والأمهات. هي الأخلاق تنبت كالنبات إذا سقيت بماء المكرمات، تقوم إذا تعهدها المربي على ساق الفضيلة مثمرات. ولم أرى للخلائق من محل يهذبها كحضن الأمهات، فحضن الأم مدرسة تسامت بتربية البنين أو البنات. وأخلاق البنين تقاس حسنا بأخلاق النساء الوالدات، وليس النبت ينبت في جنان كمثل النبت ينبت في الفلات. فكيف نظن بالأبناء خيرا إذا نشأوا بحضن الجاهلات؟ هي الأخلاق تنبت كالنبات إذا سقيت بماء المكرمات، تقوم إذا تعهدها المربي على ساق الفضيلة مثمرات. ولم أرى للخلائق من محل يهذبها كحضن الأمهات، فحضن الأم مدرسة تسامت بتربية البنين أو البنات. وأخلاق البنين تقاس حسنا بأخلاق النساء الوالدات، وليس النبت ينبت في جنان كمثل النبت ينبت في الفلات. فكيف نظن بالأبناء خيرا إذا نشأوا بحضن الجاهلات؟ التربية والأمهات. هي الأخلاق تنبت كالنبات إذا سقيت بماء المكرمات، تقوم إذا تعهدها المربي على ساق الفضيلة مثمرات. ولم أرى للخلائق من محل يهذبها كحضن الأمهات، فحضن الأم مدرسة تسامت بتربية البنين أو البنات. وأخلاق البنين تقاس حسنا بأخلاق النساء الوالدات، وليس النبت ينبت في جنان كمثل النبت ينبت في الفلات. فكيف نظن بالأبناء خيرا إذا نشأوا بحضن الجاهلات؟ التربية والأمهات. هي الأخلاق تنبت كالنبات إذا سقيت بماء المكرمات، تقوم إذا تعهدها المربي على ساق الفضيلة مثمرات. ولم أرى للخلائق من محل يهذبها كحضن الأمهات، فحضن الأم مدرسة تسامت بتربية البنين أو البنات. وأخلاق البنين تقاس حسنا بأخلاق النساء الوالدات، وليس النبت ينبت في جنان كمثل النبت ينبت في الفلات. فكيف نظن بالأبناء خيرا إذا نشأوا بحضن الجاهلات؟